أعزائي المشاهدين، رجعنا حقكم مرة ثانية بما تكلمنا عن الحلقات السابقة عن مواضيع الكويت، منها البناء والبيوت والغوص. الحين نتكلم عن السفر. احنا الحين بشهر 11 يبتدي موسم السفر بالكويت. الفترة هذه اللي هي نوفمبر تبحر الأبوام الكويتية من الكويت إلى العراق، شط العرب، تدخل شط العرب تحمل التمور. كان العراق مشهورة بالتمور، فالتجار يحملون مع الأبوام الكويتية اللي هو التمر حتى يبحرون فيها إلى الساحل الغربي من الهند النيبار، أو الساحل الشرقي الأفريقي اللي هي الزنجبار. هذا أشهر مكانين، النيبار والزنجبار، يحملون التمر. الفترة هذه اللي نقول أول نوفمبر الأبوام ما تبحر لسبب موسم المطر وسرايات قوية يسمونها ظهور نجم اللحيمر. كان اللحيمر شديد في سرعة الرياح وقوة الأمطار، حتى نشوف إحنا أغلب هدامات الكويت تكون بهذه الفترة. بعد ما يصفي اللحيمر، يقول نواخذه بعد ما يصفي اللحيمر بعد تاريخ 11 نوفمبر، يعطونا كم يوم تبدي الأبوام تطلع من شط العرب باتجاه الهند. كان نأخذه هو الأساس وهو القائد السفينة، ويتحمل كل مصايب تكون على رأسه. هو شخص واحد عنده مجموعة كبيرة من البحارة أو طاقم السفينة. البحارة هم يتراوح عددهم من 20 أو أكثر، غير الطاقم اللي معاه المجدمي السكوني. بعض النواخذة ما يعرف يقرأ النوايل اللي هي الخريطة النايلة، أو يعرف حق الكمال فيستعين في ربان يقرأ له النوايل هذه ويستعين بالكمال. يبحر النوخذة كل ساعتين، يبتدي يقيس بالكمال، يطلع الكمال دائما الظهر يطلع الكمال ويقيس، يطلع خطوط الطول خطوط العرض، ويفتح الخريطة النايلة ويحدد مكانه فيعرف وين موقعه على الخليج على سبيل المثال. ودائما النواخذة يحاذون البر في ممشاهم، يعني يبتعد 10 ميل بحري عن البر يبتدي يسير. لا سمح الله ضرب طارئ، إلا البر قريب يمه، إلا البر قريب يمه. بالليل يبتعدون شوية عن السيف، يخافون أحد صياد في البحر ولا شيء يعني يصطدمون فيه، يبتعدون شوية عن السيف شوية. لكن بالنهار يجرب عند السيف، حتى كل ما جرب يم السيف الهواء يساعده شوية في حركة البوم، إلى أن يطلع بالسلامة اللي هي مضيق خرمز حاليا. من سلامة يطلع إلى مسكت، ومن مسكت رأس الحد، ثم يطلع إلى كراتشي أو بمبي، أو يكملون إلى المكلة وزنجبار. يوصلون هناك النواخذة كراتشي أو بمبي، نزل حمولتهم حق التاجر المتفقين معاه، نزل حمولة وبدأوا يحملون هناك الحمولة الثانية من الهند اللي هو حاجات كويتي، العيش والشكر والشاي. نطلع فاصل ونكمل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مثل ما قلنا كانوا التجار الكويتيين يبون العيش الشكر والشاي والأغمشة والأخشاب.
هذه يبونها حق الكويت. بعض الأبوام توصل مثل نقول كلكوت اللي هي النيبار، يحمل من النيبار الكربيه هو القرميد الأحمر، يعبر فيه إلى منباسة، هم بعد يحمل حمولة من الهند يروح في منباسة، ومن منباسة يحملون هناك طبعاً أهم شيء الكندل يحملونه من ساحل الشرق إلى أفريقيا، سواء منباسة أو الزنجبار. وأشهر جزيرتين هناك لامو وسمبرنجة، هذول جزيرتين كان الكويتيين يحملون منهم الكندل. فمسافة بعيدة اللي هي الزنجبار أبعد من قصور الكويتيين، والزنجبار هذه منطقة يعدون نواخذة الخط الاستواء، يعني يبتدي لو شفنا كرة الأرضية من القطب الشمالي يعدي النوخذة الكويتي إلى القطب الجنوبي، يشوف الأميال هذه المسافات اللي يقطعها النوخذة الكويتي في خبرته وثقته ويعني وعلمه، دون أن يعني يسبب مشاكل في البحر أساس يحافظ على سلامته وسلامة البوم وسلامة البحارة اللي عندهم. فمثل ما قلنا القطب الشمالي اللي هو أشهر نجم القطبي اللي احنا نسميه نجم القطبي، يسمونه الكويتيين نجم الياه. أما القطب الجنوبي يسمونه نجم القطب، يقيب الياه الكويتيين، قالوا فلان صار بعيد، قال هذا أكيد مقيب الياه، فينتقل للقطب الجنوبي. فعقب ما يحمل يبتدي يبحر إلى الكويت. دائما في يعني سبحان الله موسم الردة يحوشهم هوا كوس، يعني يجي مع الشمال ويرجع مع الكوس. حتى هناك بالجهة الهند نفس الموضوع هذا، إلى أن ينتهي موسم السفر اللي هو من شهر 11 إلى أواخر 4، ترجع الأبوام هني الكويت محملة البضايع والمواد التموينية والأخشاب اللي كانت تحتاجها المنطقة كلها. ومس يغطون الكويت، كان يغطون الجزيرة العربية نجد، ويغطون الساحل الشرقي من الخليج، لأنه صار فترة هني في الحرب العالمية صار يعني شحة المواد الغذائية وصار مجاعة، وصار يعني الناس بدأت تتعب من قلة المواد. فهني الكويتيين انشطوا نشاط تاريخي، والكل يشدون في هذا الوقت الحالي بفضل البحار الكويتي والنوخذة الكويتي، وكانوا نواخذة مشهورين وبعضهم معلمين، يعلمون النواخذة، وبعضهم حتى يعني دخلوا اختبارات عند الإنجليز بدون تعليم بدون أي شيء. لما شافوا النوخذة الكويتي عند هذا العلم وهذا المعرفة، حتى أعطوهم شهادة فخرية واعتمدوهم كنواخذة سفر. البوم لا يعني وثيقة أجبروهم إنه في الحرب العالمية أي بوم ما في وثيقة عدد يصادر البوم، وبعضهم في وثائق ما زالت موجودة، وإحنا كعائلة مال الله محتفظين في هذه الوثيقة. بوم يحمل رقم كيتي رقم 765، وهذا الرقم ما زال موجود إلى ناقلات النفط. في عندنا ناقلة نفط اسمها مطربة تحمل هذا الرقم 1800 وكسور، يعني 1000 سفينة تقريبا من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. ونشكركم على حسن الاستماع.